السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي صوتكم. راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي ظهرت أسفل الشاشة. تقدرون تتصلون بنا بأي لحظة من لحظات البرنامج من داخل العراق ومن خارج العراق على واحد من ذني الأرقام الأربعة اللي تشوفوها بالأسفل، واللي ما يقدر يتصل بنا لأي سبب كان يقدر يدزلنا رسالة مكتوبة على رقم الواتساب المخصص، لأنه ما أقدر أطلع لا فيديو ولا رسالة صوتية أو أستقبل اتصال عبر رقم الواتساب، وأعتذر من عندكم فقط الرسائل المكتوبة، أتمنى أنه تكون متبوعة بالاسم المكان حتى نقدر نقراها بالدقائق الأخيرة. نبدي حلقة اليوم مشاهدينا الكرام، وأول ملف ويانا هو ملف التعيينات الخاصة بالمحاضرين، وراح نحكي همينا على الطلبة المتقدمين للدراسات العليا. ظهروا مئات المحاضرين أمام مديرية تربية البصرة بمنطقة المعقل بمحافظة البصرة، احتجاجاً على اللي وصفوهم التلاعب بأسماء المتقدمين على الدرجات الخاصة بالمحاضرين والإداريين. المتظاهرون قالوا أن قانون الموازنة العامة يتضمن توظيف 35 ألف واحد من البصرة ما بين محاضر وإداري، وهاي أعداد تمثل حاجة فعلية للقطاع التعليمي. لكن مديرية التربية بالمحافظة رفعت تقريباً 20 ألف اسم عن طريق مدراء الأقسام، أكثرهم جايين عن طريق المحسوبية أو المنسوبية، وجرى استبعاد 15 ألف شخص من دون وجه حق، ولهذا السبب طلعوا وتظاهروا إلى حين تلبية المطالب بتعيين كافة الأسماء. خلونا ان شاء الله نسمع راح نشر الاسماء. اللي يشوف اسمك يشوف اسمك راح يشوفك كله في الدنيا وما تفاجئ. واللي طالع واللي طالع واسمع يا موجود يا كيف موجود هذا في اسمك قدامك. شوف طالع سوى مو بس محاضرين المعقل أو محافظة البصرة هم اللي دا يطالبون بالتعيينات، لا، المحاضرين المجانين والإداريين اللي موجودين أو التربويين بشكل عام في كافة أنحاء العراق هم اللي دا يطالبون بالتعيينات بأكثر من مكان. أكو أكثر من تظاهرة طلعناها في برنامج صوتكم تتكلم عن قضية المحاضرين، لكن طلبة اللي تقدموا للدراسات العليا عندهم وقفة احتجاجية قدام مبنى وزارة التعليم العالي للمطالبة بالتوسعة وإشغال المقاعد الشاغرة. الطلبة اللي يردون يدرسون الدراسات العليا طالبوا وزارة التعليم العالي الحالي بالتوسعة وإشغال المقاعد الشاغرة بأعلى معدل تفاضلي، وطالبوا الوزارة الحالية همينا أنه تكون التوسعة عاجلة مو آجلة، وهددوا باتخاذ خطوات تصعيدية ثانية بحال عدم استجابة الوزارة لمطالبهم. خلونا نشوف. كانت هاي وقفة طلبة الدراسات العليا. الناس لما شافت فيديوهاتهم تفاعلت وياهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان عندهم تعليقات حول هذا الموضوع. من فيسبوك أحمد المنيع يقول: الإشغال والتوسعة حق من حقوق المتقدمين للدراسات العليا. لطيف سلمان: الحرامية يردون يستبدلون أسماء الشباب المظلومين المتظاهرين ويجيبون ربعهم بفلوس.
خلدون البصري. والله مهزلة، إلى متى هذا الفساد يا تربية البصرة؟ ما من دولة تضع حد لهذه الفوضى، ضاعت حقوق التربويين. أما عمر الهيتي يقول نحن الناجحون ننتظر منكم فرحتنا، أخرجونا من كل هذا القلق والخوف وفرحونا، درسنا وتعبنا لنحقق طموحنا من خلال مد يد العون منكم. فكانت هاي تعليقات الناس حول قضية تظاهرات واحتجاجات المحاضرين وأيضا تظاهرات طلبة المتقدمين على الدراسات العليا للعام الدراسي الجديد. أبو محمد من محافظة ذي قار، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونكم الله؟ شلون صحة؟ حياك الله أخوي، الحمد لله والشكر، أنت شلونك؟ عزيز، أنا عندي كم رسالة بدي أوجهها شوي عن طريق برنامجكم. نعم. لقناتكم. أول رسالة أوجهها للسيد رئيس الوزراء المحترم. نعم. السيد رئيس الوزراء دائما يتحدث عن يتحدث عن يتحدث ويا الوزراء، يقول لهم سمعوا مقترح، سمعوا المواطنين، سمعوا مقترحاتهم. نعم. فأنا أريد هو نفسه يسمعني ويسمع المقترح مالي. نعم. اللي يسمعني أريده يطلع الصبح متنكر. نعم. ويزور لأقرب سجن، أقرب سجن إليه يزوره. نعم. خلي حمايات وراه هاي بحيث يكون يجي مفاجئ للسجن ويقول المدير السجن افتح باب السجن وادخل ويسجده. نعم. سجناء. وما يدخل ولا لا مدير السجين ولا حماية ولا يقعد بنص المسجونين. نعم. هم أعتقد راح يستقبلونه، يعني يستقبلونه بكل رحاب الصدر. نعم. ويحكي وياهم يقول لهم سولفوا لي، احكوا لي، يقعدون في نص ساعة ويشوف مشاكلهم ويشوف قضاياهم ويشوف التهم اللي انسجم على أساسها. نعم. هذا لأنه هاي الناس الأكثرية مظلومة، جاي تروح تهم قيدية وتهم باطلة، وأكو ناس مستفادة من هاي السجون أنا حسب ما سمعت، واللي تطلع بقنوات الإعلامية بأن أكو ناس هاي شركات الإطعام تطلع شاول النواب بحيث ما يقرون قانون العفو، أمور هواي يعني هاي ملف صعب ملف. الرسالة الثانية أريد أوجهها السيد رئيس السيد وزير الداخلية. نعم. أقول لها سيادة الوزير اذهب بنفسك هم متنكر وادخل فجأة إلى غرف التحقيق المظلمة، غرف الرعب والإرهاب. نعم. وشوف ذولا الضباط جاي يسوون وذولا أولاد الفقراء. نعم. من تعذيب وكهرباء وكيموال. نعم. وفلقة وأشكال ونوع وانتزاع ترافات من عندهم بالإقراء. نعم. الرسالة الثالثة للسيد رئيس مجلس القضاء. نعم. فايق زيدان. يجي لأحد اي السيد رئيس مجلس القضاء هم يجي لاحد المحاكم ويوقف على صفحة باب الجنايات ويشوف الاحكام من يطلع المحكوم يلزم من ايده ويقول له تعال هم متنكر يقول له تعال امشي وياي وين بيتكم انت يا تجاوز يا بلوك قاعد فقير وابوك امك عدلين ميتين ايش عندك بيت سياره كذا جاي تصدر احكام قاسيه بحق هذول الناس الفقراء يعني وهذا مضمونات كبيره يعني يعني على مود احترافات بسيطة ما لها قيمة أصلاً تهم كيدية ما حتى الاعترافات حتى لو كانت حقيقية هم ما لها قيمة أحكام كلها قاسية 15 سنة وست سنين ويعني جريمة نعم. الله ما يقبل يعني هذا ظلم يعني هذا ظلم والظلم لو دام دمر يعني يعني ما يصير احنا نظل احس احنا يعني ما احنا ما عايشين بأمان الله يحكي لك بهذا البلد كل أمان ماكو اللي عنده ولد يعني والعده بنات ما عايشين بأمان نعم وخاصة هاي قضية المخدرات المخدرات نعم. اللي جات تسلنا عبر الحدود أنا مواطن قاعد ببيتي يجيبون لي مخدرات لبيتي ويعاقبوني ويذبوني بالسجن وبالسجن وما خسر معدن سجن نعم. المخدرات بالسجن هاي وين يعني وين نروح بعد احنا وين؟ نعم وبعدين راح يطبون لنا 5 ملايين زائر إيراني منا أنا 5 ملايين إذا ما يطبون فد مليون كيلو واحنا نبتلي بعد يعني ما يعني بعد هذا بالبلد كل أمان ما بي كل نعم. أمان نعم. ما بي نعم نعم أولادنا كلها بالسجون مخدرات وشغلات يعني ما لها قيمة نعم شكرا يعني هذا ضباط تحقيق يعني هم, نعم. هم رسالة إنهم يعني هلا هلا بالناس يعني ترى أنتوا جاي تدمرون أولاد يعني ناس فقراء جاي تكبدونهم سجون وتكبدونهم غرامات ومصاريف وروح مدري وين وواجب مدري وين يعني الله ما يقبل يعني معودين يا عم احنا ترى ترى مسلمين يعني نعم مو جايكم أعداء وجاي أعداء وياكم فهذه نعم. رسالة يا أخي
بلكي يسمعونها، بلكي يشوفون حل هاي الوضعيه اللي ان شاء الله ان شاء الله يعني والله ان شاء الله. والله والله بيوتنا صح صارت جحيم، نعم جحيم علينا، ما حتى شرب طعم الراحه من عندنا ما يصير. نعم ان شاء الله ان شاء الله سمعوك ابو محمد. شكرا شكرا لك ابو محمد. عيني فايق زيدان، عبد الامير الشمري، محمد الشاعر السوداني، الاخ ابو محمد من محافظه ذيقار. وجه لكم ثلاث رسائل نتمنى انه تسمعوها، ويا ريت لو تنفذون طلب الاخ ابو محمد حتى بلكة تحاولون في حل مشاكل الناس الفقراء مثل ما قال. وايضا رساله اخرى وجهها ابو محمد الى ضباط التحقيق اللي مسؤولين عن 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 مصير شباب وعوائل وأطفال ونساء، لأنه المام الزوج عنده أب وأم وأخ وأخت، والمزوج وراء مرة وجهال وأيضا أب وأم وأخ وأخت. فأنت تتحكم بمصير عوائل بأكملها لما تحقق مع شخص وتنتزع منه الاعترافات بالتعذيب وتخليه يوقع غصبا ما عليه على أشياء هو ما مسويها، ولحد يقول لي ما صارت. أكو هواية صور، وبزمن الكاظمي طاعت لنا واحدة مال متهم كربلاء مقتل زوجته وراء طاعت مرته حياتهم ترزق. نروح هسه إلى ملفنا الثاني، ناخذ به قضية عائلة عالم الاجتماع الدكتور علي الوردي رحمه الله، اللي طالب عائلته الحكومة أن تستعيد بيت أبوهم بمنطقة الكاظمية بالعاصمة العراقية بغداد حتى يحولون البيت إلى متحف لتخليد ذكرى والدهم. هذا الشيء وراء امتناع المستأجر من الخروج من المنزل واستخدام لغة التهديد ويا عائلة الدكتور علي الوردي، على الرغم من حصول العائلة على قرار قضائي بهذا الشيء. اللي ما يعرف من هو الدكتور علي الوردي، هو علي حسين محسن عبد الجليل الوردي، تولد أو انولد بالعراق سنة 1913، ووافته المنية في العراق أيضاً 13/7/1995. هو عالم اجتماع عراقي، أستاذ مؤرخ وأستاذ أكاديمي، عرف بتبني للنظريات الاجتماعية الحديثة بوقته لتحليل الواقع الاجتماعي العراقي، وكذلك استخدم هاي النظريات بغرض تحليل بعض الأحداث التاريخية كونه مؤرخ من مؤرخي العراق الكبار، اللي سواه هذا أيضا في كتاب وعاظ السلاطين اللي كتبه هو. أما لقب عائلة الوردي نسبة إلى جد الأكبر اللي كان يشتغل في صناعة وتقطير ماء الورد أو مي الورد. خلونا نشوف هذا الفيديو. إحنا أبونا دكتور علي بيته بالكاظمية، وهذا البيت هو البيت اللي أول اللي اشتراه من كده وتعبه ودراسته، هو هذا أول بيت اشتراه له بالكاظمية، وهذا البيت بيه مؤجر من قبل 40 سنة، والشخص القاعد بيه من عشيرة التمايمة بيت الزقم. هذا الإنسان اللي قاعد بهذا البيت مدى يقبل يخلي البيت، فشلت كل الطرق بالمفاوضات بالكلام، ماكو أي طريقة. صدرنا قرار من المحكمة حتى أن نخلي البيت، وحصلنا على قرار الإخلاء، وانطينا يعني شلون نقول انطينا مده حتى يخلي البيت وما فعل، وتالي يدزوننا يرسلوننا تهديدات انه احنا هذا البيت ما نخلي، لو قاتل لو مقتول هذا البيت لنا. دي ليش ليش يعني احنا هذا بيتنا نريد نحوله الى متحف، متحف يضم اشياء ابونا يعني مكتبه كتبه كراسي المكان اللي درس بيه. دي ليش حالة حال باقي المفكرين والكتاب، مثلا نجيب محفوظ، يوسف إدريس، العقاد بمصر ببلدانهم محترمين مقدرين، بيوتهم متحولة إلى متاحف والناس تزورها، تطلع بالتلفزيونات تقارير عن المتاحف. ليش هيك؟ ليش إحنا ما نقدر هيك نسوي لهذا القامة العراقية؟ ليش هيك هذولا بس مجرد يهددون بينا يهددون بينا، والبيت ما يخلى والبيت ما نعوفه؟ يعني احنا حتى هو شلون نقول يعني احنا نتفاوض، رحنا الشيخ عشيرته، شيخ عشيرته ظافر التميمي، ونتفاوض بيه وما يقبل اصلا، هو ظافر رافض انه البيت ما يخلى، يقول اذا طلع هذا انا اجيب ابن عمي بمكانه. دي ليش؟ ارجوكم سيادة الرئيس، الوزراء، وزير العدل، ارجوكم يعني انتم لازم تلقوا لنا حل.
فنرجوكم نرجوكم انه تحققون. يعني ما اعرف شلون اكو دولة، اكيد اكو دولة، يعني دولة لازم تنفذ القانون. هذا هو القرار، احنا صدرنا هذا قرار الاخلاء، وهذا باسم الشخص اللي هو اللي قاعد بالبيت، واحنا اللي منهم رافع الدعوة. يعني قانون، احنا مشينا بالطرق القانونية بحذافيرها، لكن مع هذا مدى نحصل كل شيء. زين شنو الحل؟ يعني احنا نخاف على حياتنا، ما نجي من برا، اللي برا قاعد ما يجي، اللي قاعد بالعراق اللي هو ابن علي الوردي هم خايف على حياته، ما نقدر ينفذ القانون، يخاف، خاف، ما نقدر، تهديدات. علي الوردي عنده 4 أبناء، 3 ولد وابنة واحدة اللي طالعة بالتلفزيون وهي صيدلانية، اللي طالعة بهاي الرسالة عفوا. علي الوردي اسم إلى قيمة بالجامعات العراقية، إلى قيمة بالجامعات العربية، إلى قيمة بالجامعات العالمية، إلى قيمة بالوسط الثقافي العراقي، رجل من علماء العراق اللي من المفترض أنه مو عائلته تركض حتى تحول بيته إلى متحف، اللي المفترض الحكومة هي اللي تخلي الذكرى هؤلاء الناس اللي ساهموا في بناء المجتمع واللي قدموا الكثير إلى المجتمع من نظريات، من كتب، من إرفاد الشارع العراقي بالخبرات العلمية والجامعات العراقية اللي خرجوا الآلاف من الطلاب على إيديهم من علمهم الراقي. يعني أينشتاين لليوم يحتفظون في منزله بالكرسي اللي كان هو يقعد عليه. ليش؟ لأنه هذا الكرسي قاعد عليه أينشتاين، عالم الفيزياء الكبير أو صاحب نظرية النسبية، بينما علماء العراق ما حد يحترمهم. ما نحكي بس عن علماء العراق، أكو هواية قامات رياضية بالعراق ما أخذت حقها، قامات فنية ما أخذت حقها، علمية ما أخذت حقها، علماء لهم وزن ما أخذوا حقهم، ومن ضمنهم الدكتور علي الوردي الله يرحمه. واللي يريد يعرف من هو الدكتور علي الوردي خلي يروح يطلع قائمة الكتب اللي هو كتبها، وخلي يطلع النظريات اللي هو كان يعتمدها، وخلي يطلع شلون بسط الحياة الاجتماعية العراقية باعتماد على النظريات الحديثة. الناس لما شافت قضية الدكتور علي الوردي تفاعلت ويا الموضوع بعد مطالبة عائلته بالمنزل حتى تحوله إلى متحف. على فيسبوك علي ناهي الدروغي يقول: قضية سلب الأملاك بالفترة الأخيرة أصبحت بشكل علني. إلياس قال: دولة أحزاب وميليشيات لا قانون ولا عدالة، وهسه يطلع المؤجر بالحشد أو أحد الأحزاب القذرة أو الميليشيات الإرهابية. مروان خوري: القضاء شنو دوره؟ كلها قاعدة تشكي من القضاء، ماكو أي إجراء. أما عماد مجيد الغليمي يقول: هذا بدل رد الجميل والإحسان، يريد الاستحواذ على منزلهم. لا، والطامة الكبرى بالفيديو أو الرسالة اللي طلعت بابنة الدكتور علي الوردي أنه عندها قرار من المحكمة. يعني هذا أكبر دليل أنه قضاة العراق ومجلس القضاء الأعلى ومحاكم العراق هي وجودها من عدم نفس الشيء، وما لهم أي قيمة، وما لهم أي دور، وماكو شيء اسمه سلطة قضائية، لأنه السلطة تمشي قراراتها غصبا عن اللي يرضى والما يرضى. بس بالمقابل نلقاها موجودة لما نلقي بريء بالتعذيب من تزعيم من عند الاعترافات، والقاضي يروح يحكمه إعدام، وبيهم اللي انعدموا هواية، وبيهم اللي مشمورين بالسجون ما حد يعرف حالهم شنو. لكن بالحق ما تمشي، هاي واحدة من مشاكل العراق. أبو أحمد من سنجار حياك الله. حيا من قال: السلام عليكم أخي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا مواطن عراقي يزيدي من أهل سنجار. نعم. بالنسبة للمفتوحة عقودهم، إحنا تهجرنا بال 2014 ورجعنا عند فحص ومقابلة سويناه بالموصل وكملنا، وهسه طلع أسامينا يقولون احتياط وما رجعونا، وبيوتنا مفجورة، وهسه احنا قاعدين المخيم، احنا مهجرين من سنجار. يعني اريد من الله ومنكم يعني توصلون صوتنا، يشوفوا لنا حل، يرجعونا للدوام. نعم ابو احمد.
فبيوتنا هسه بيتي مفجور، انا كنت منتسب بوزاره الدفاع وبيتي مفجور. وين منتسب اخويا؟ ها؟ وين كنت منتسب يا بوزاره الدفاع؟ اي نعم، بيا معسكر، بيا فرقه، بيا معسكر الكشك بالتمارات. نعم. كنت داوم فوج مغاوير الفرقه الثالثه. نعم نعم نعم. وعندي خدمة 10 سنوات، الله وكيلك، ما عندي حتى غياب ما عندي. نعم. وهسه حاليا قاعد بمخيم كردستان. نعم. وسوالي تعويض، بيتي مفجور بالكامل، أثاث ماكو، كل شيء ماكو. نعم. مسجلين لي 15 مليون، هذا ال 15 مليون هم آثار سنتين منطيني كتاب توصية وفلوسهم ما ينطون، يعني احنا متبهدلين ونريد من الله ومنكم توصلون صوتنا. تمام. تمام، وصلت إن شاء الله أبو أحمد، شكرا جزيلا لك. أبو أحمد، قضية هواية من أهالي سنجار أو أهالي المناطق المدمرة اللي هم يسموها المحررة، محررة من شنو؟ لحد الآن ما رجع أو ما حد يعرف، لأنه لما تقول مناطق محررة أهاليتها لازم ترجع بعد هاي انتهى الوضع بيها، لكن هم لحد الآن بالمخيمات. يعني هو كان منتسب بوزارة الدفاع وما يأخذ حقه، واللي بالشرطه ما ياخذ حقه، واللي كان موظف ما ياخذ حقه، لا عاد منو اللي ياخذ حقه؟ والدكتور علي الوردي اهله يردون بيته دا يسووه متحف حتى الناس تعرف هذا الانسان منو، ما ياخذون حقهم، لا عاد منو اللي ياخذ حقه؟ عبد الرزاق من بابل، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. استاذ افل، بالنسبه للقامات العراقيه ومنها الدكتور علي الوردي. نعم. المشكلة عندنا احنا بالعراق، الانسان من يكون موجود بالحياة ما نعيض لأهمية ولا نقيمة، لكنه من يموت نبحث يعني عن أمجاده وعن مؤلفاته. نعم. الدكتور علي الوردي استاذ أفل، صراحة هو شرح النفسية للفرد العراقي. للفرد العراقي، نعم. نعم، يعني الفرد العراقي شلون يعيش التناقض ويا نفسه. نعم. فحجاب بكل بداهة وكل بساطة. فأعتقد يعني عائلة الدكتور علي الوردي عاشت أو تعيش نفس السلبيات اللي هو كاتبها بكتبه. نعم. هو كاتبه وكتبه. أيه. يعني احنا اليوم عائله علي الوردي، احنا صح نتمنى للقامات العراقيه، نتمنى لهم يعني ان خلتهم صراحه. نعم. لكن لو العائله اليوم طبقت نفس اللي راد اللي نقد الدكتور علي الوردي بانه العائله هي اجرت البيت، بس احنا ما نريد يعني، بالعكس احنا قلتك ويا كل قامة عراقية، العائلة أجرت البيت، هسه اليوم تريد تتأثر بالقامات المصرية وهذه، يعني احنا ليش عندنا قامات عراقية واحنا من تأجر البيت تأجر أيضا بعقيد وهذه، لكنه أنا ما أتأثر بأنه والله شو اسمه الشخص المصري أو غيره سوى له متحف، أنا أريدها مصر أسوي له متحف نفس هذا، لا، احنا اكو طرق قانونية وهذه ما في داعي توصل على مود مشاكل. لا هم مو ابو استاذ عبد الرزاق، هم مشكلتهم مو انه يردون يسوون متحف وما يرضون، هي اكو موافقه واكو قرار من المحكمه انه يعني البيت يستلموه، اكو مؤجر بالبيت عندهم قرار بالاخلاء، لكن المشكله ان المؤجر اللي بالبيت دا يهددهم ويقول لهم ما سلمكم البيت. لا اكو هو لازم اكو عقد، لكن هذا المؤجر توفر له السكن، العائله وفرت له السكن، مو احنا كل مصطفين يا استاذ أبل، العائله وفرت له السكن، هذا اذا توفر العائله السكن وهذه وتعطي مثلا نقول على 6 اشهر مقدمه، 6 اشهر يحل البيت. احنا شوف يعني من كنت اقرا كتب الدكتور علي الوردي استاذ أبل، نعم، كنت استانس بها حقيقه، يعني حتى يعني كانما الشخص هو، يعني من اقرا الكتاب كانما هو الشخص قاعد بصفي واضحك يعني صراحه على الانتقادات السلبيه للفرد العراقي. اتذكر لك فد موقف طريف، الله يرحم رئيس الجمهوريه عبد الرحمن عارف. نعم.
عبد الرحمن عارف هذا موقف طريق ابو قيس. يعني نعم. انا القصد بانه احنا شلون القابة العراقية والمثقف العراقي سواء يكون هذا الرمز رئيس دولة او غيره الحاصل حصل على تكريم نعم يم رئيس النظام السابق، فمن ضمن اللي يتكرمه مطربين، فمن سوء حظ هذا المطرب قعد يم الرئيس عبد الرحمن عارف الله يرحمه. نعم. فهذا المطرب قام يعني يمدح بنفسه ويعني ينطل شو اسمه بانه التكريم مالته وهذه، فسال المرحوم عبد الرحمن عارف قال انت احنا مطربين وهذه وجاي نتكرم، انت شنو انت شنو اللي قدمته حتى تتكرم؟ قال له والله انا دنبكتي مع الحمديه صالح. زين هو عبد الرحمن عارف يعني ما معناته احنا الرموز مالتنا ما معروفه للمجتمع. نعم. يا نعم. يا استاذ افل، فمن يموت وهذه والله سوى عبد الرحمن عارف، سوى عبد الكريم قاسم، سوى احمد حسن البكر، سوى العالم الفلاني، احنا المفروض هسه يعني نعطي للانسان حقه هو بحياته، ومن يموت طبعا. الناس كلها تعرف قيمته، المشكله هي اللي جاني افتكرتها يا استاذ افل، تحياتي لك. شكرا شكرا لك استاذ عبد الرزاق. حملوا مواطنين حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد الشيع السوداني مسؤولية تفاقم أزمة المشتقات النفطية اللي تضرب عدد من محافظات العراق وراء خلو محطات التعبئة والتزود بالوقود من المشتقات واصطفاف السيارات بسراوات طويلة بحر الصيف اللاهب بالعراق. وعم نتيجة هذا الشيء الغضب بسبب طوابير الانتظار الطويلة اللي انتقدوا بها المواطنين شركة توزيع المنتجات النفطية وحملوها مسؤولية التخبط الحالي بآلية التوزيع. ونشوف هنا أزمة وقود وتزاحم للمواطنين بمحطات الوقود في قضاء الرفاعي بمحافظة ديقار مدينة الناصرية. كذب عمي كذب ناس من فراد فيها بعد ما عاد هذا بمدينة الناصرية. أما الفيديو اللي ورا هو همنا بمحافظة ذيقار. أصحاب المولدات بهذا الفيديو اصحاب المولدات الاهليه اللي لما الوطنيه ماكو لان كهرباء ماكو ذول اللي يشغلون والناس تشتري من عندهم الامبيرات بفلوس حتى يصير عندهم كهرباء على مود يشغلون لهم بنكه على اقل تقدير شويه يبردون نفسهم من حر الصيف، طالبوا بتوفير الحصص المخصصه لهم من ماده وقود الغاز وعدم المماطله بصرفها، وعلقوا اخرين انه الازمه مقصوده ومفتعله. عليكم احنا نخاطب إدارة النفط، احنا صارنا 7 أيام على هذا الروتين وكتب عندنا موجودة وقطعونا كل 2000 يومين يظلن يوم مرات ما نلحق فسوونا صورة حال عندنا كتب ما نلحق عليها يجوز تخلص شنو ينقلونا هو يا حسين نقلونا سوونا احنا قريبين على المدى يعني كل شيء ما مستلم فتره ما مستلم ماشي مدروس اخويا مدروسه ما ينقلونك يلا اركب علي عاشور. دول اصحاب المولدات ومطالباتهم بصرف مخصصاتهم من ماده الغاز او الديزل او السولار بحسب تسميات بعض البلدان العربيه. هنا احنا بمحافظه التاميم مقطع مصور يطلع لكم باكتظاظ المواطنين قدام محطة بابا قرقر بمدينة كركوك حتى يتزودون بمادة النفط أو النفط الأبيض، واشتكوا المواطنين من فوضى آلية التوزيع لأنه ماكو تسهيلات للناس بينما أكو تسهيلات للي ينطي رشوة إلى جانب خلو المحطة بأوقات مختلفة من مادة أو نفاد المحطة من مادة النفط الأبيض. من أمام محطة بابا قرقر اليوم موضوعنا على النفط وأزمة النفط، الناس هنا دا تعاني من الطوابير الطويلة. شلون تعال تعال احكي لي. يعني الناس واقفة هنا من الصبح من الفجر نروح البيت وما نصل بينا. كبار عمر ونساء وأطفال معوقين كل شيء. احكي لنا شنو اللي يصير هنا؟ هسه من الصبح وقفنا بالصره وهسه تالي ما تالي الشمس حركتنا حرق ومعوق انا رجال معوق ويقول لي نفط خلص. يعني احنا باشا لا عقبه هم نفس الحاله. انتم قولوا شنو هذا المشهد اللي
اللي دا يصير ورانا شنو هذا؟ عيب والله عيب. يعني كافي. يعني ليش الشعب دائما يعاني؟ ليش الشعب دائما الا بالمعاناه يحصل نفط، الا بالمعاناه تيجي الكهرباء، الا بالمعاناه يجي المي، الا يعني هذه خدمات بسيطه. حق اي واحد زين، حق اي مواطن يعني بكركوك من حقه ان يحصل على عيشه نظيفه، عيشه خلينا نقول مرتبه. ليش حجي ليش الاصلاح؟ ليش يا اخي الدوله ما بها نظام؟ المفروض سيارات فرضيه وزن المناطق. يعني هذا الشعب اللي بس ينتخب بس ما الانتخابات تعرفوا لنا بس اللي اسمه سعد ما حد يساعدنا. ليش ليش يا اخي ليش بس تعال انتخبني قضاء سيارات هلغي وزن المناطق، أجل سيارات تناكي وزع المناطق. وهذا الحل الحل الوحيد هو هذا تناكر. ليش لا دولة فقيرة بس بالبوك بس تعبير. اتقوا الله. ساعة 4:30 أنا واقف هنا. 4:30 الصبح أنا واقف هنا لحد الآن لا ترى يمشي ولا شتمة. أتبدأوا يطردوني برا، أجي هناك يطردوني برا. الله شاهد يوم الأربعاء جيت بال11 قال خلص النفط ورجعت، اليوم من الأربعاء جاي لي يقول يعني بس يدفعوني مشروع نسوان لهذول الواسطة جماعة واسطة، يدفع كارت 5000 يطلب جو. هذا الحال بمحافظة التأميم، علماً إنه هذا الحال مشابه إليه يتكرر هواية بهواية من المحافظات، مو بس بمحطات التعبئة والتزود بالوقود. لا، تلقوها بالدوائر الرسمية، تدفع فلوس إلى معقب أو غيره معاملتك الطب ما تدفع، تظل برا بالحار. تلقوها بكل مكان، بالسيطرة، يم المرور، بالدوائر الرسمية، يم الموظف، يم اللجان، يم الرعاية الاجتماعية، يم الصحة، بالمستشفيات، بكل مكان. الحال مشابه إلى الحال اللي تشوفوه هنا. تنطي تمشي، ما تنطي انتظر. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود ويانا من منصة فيسبوك عمر العادل الهرمزي: الخلل بإدارة المحطات بفلوس زايدة يمشون الناقل والمواطن يبقى لازم سرة. عبود الكرخي: الأزمات ممنهجة ومفتعلة ومتعمدة ومستمرة ومتنوعة، والحلول المقترحة ترقيعية وقتية وآنية وقديمة وإعلامية فقط، وضحك على الشعب العراقي المظلوم. أما علي المالك يقول: أزمة مفتعلة ومقصودة، وراها أيادي خفية في وزارة النفط، والعاقل يفتهم. عمار أبو مصطفى: حسبي الله عليهم، كسا أزمة حرب نفسية هاي ضد المواطن. فكانت هي هاي تعليقات الناس حول قضية أزمة الوقود بالعراق. احتل العراق مرتبة متأخرة جداً بمؤشر الأداء البيئي المنجز من طرف جامعتي بيل وكولومبيا الأمريكيتين بالتعاون ويا المنتدى الاقتصادي العالمي. حسب التقرير اللي استخدم 40 مؤشر لتصنيف 180 دولة لقياس الأداء البيئي لكل دولة منهن بما يتعلق بتغير المناخ والصحة البيئية والحيوية والنظام البيئي، إجا العراق بالمرتبة 102 من أصل 180 دولة من حيث حيوية النظام البيئي، وحل بالمرتبة 105 من حيث الصحة البيئية، وإجا بالمرتبة 180 يعني الأخيرة من حيث سياسة المناخ. والناشطين يتحدثون عن ارتفاع نسب التلوث بمحافظة البصرة. يعني بما معناه لما احنا بالمرتبة الأخيرة من 180، يعني التنوع البيئي بالعراق مصيبة. التلوث البيئي بمحافظة البصرة نسبة تتزايد بشكل ملفت للنظر جراء الاستخراج الخاطئ للنفط وحرق الغاز المصاحب لاستخراج النفط، ما تسبب بانتشار أمراض السرطان والفشل الكلوي ووسط صمت حكومي مطبق. خلونا نشوف. الموت كان بطيء وأصبح الموت سريع بسبب هاي الشعلة مال الغاز. اتوقع اعزائي المشاهدين هسه بعد هذا الفيديو محتمل راح يطفونه، واذا طفوها راح يصير ضغط بالارض وتنفجر واللي يصير. بالتالي جاي نلاحظ صمت حكومي واضح لدى الجميع. هاي الشعلات هذا الغاز من يخلص يحرقون استخراجه، بينما لو اكو حكومه حريصه علي وعلى المواطن البصري يعيدون تكريره وكبسه ويرجعون يشتغلون به بدل ما يستوردون من بقية الدول. أعزائي المشاهدين اللهبة والصوت ما أسولف لكم، الناس جاي تشتكي، الناس المنطقة المحور جاي يشر ملاسة جاي يقعد يلقاها عبارة عن نفط ونقط ودخان وسرطان. بالتالي ماكو بيت
ما بي مصاب بالكلى، ما بي مصاب بالسرطان. ومن هنا ادعو السيد محافظ البصره وادعو السيد دكتور ذلغام الاجودي النائب الثاني المختص بقضيه السفر والعلاج واطباء السرطان والفشل الكلوي، من يجيكم ابو الفشل والسرطان قلوا له شنو سبب المرض، كافي قلوا له شنو سبب المرض. وصلنا 400 شعله من ضمن هاي العملاقه بيهن، اريد واحد يبوح لنا. ولكم 25 نائب وينكم؟ ولكم اتحدوا اتحدوا اتحدوا، انتم ممثلين عنا، الناس جاي تموت هنا بهذا المحور، الشعلات راح توصل لبيوتنا وننفوا. ولكم عمي ما اريد حصه، كل شيء ما اريد، بس خلصونا من هاي الشعلات. الله اكبر الله اكبر. عباده جماعيه، يشهد الله ورسوله عباده، بالقران عباده. لا وزير ما بحالك، لا مسؤول بحالك، لا رئيس وزراء بحالك. هذا حال أهالي البصرة جراء الحرق الغاز المصاحب لاستخراج النفط، علماً أنه هذا الغاز العراقي قدر يستفاد من عنده في محطات توليد الطاقة الكهربائية، لأنه في زمن نور المالك اشتروا محطات لتوليد الطاقة الكهربائية تعمل على الغاز، واللي شغلوا جزء من عدها على الغاز اللي قاعد يستورد العراق بالدولار الأمريكي من إيران. بالمقابل أنت عندك غاز جاي يحترق ويطير بالهواء وثاني أكسيد كربون وملوثات للبيئة وأمراض سرطان ومصايب، بينما ما تفكر أنه تطفي هاي الشعلة وتستفاد من هذا الغاز حتى تولد طاقة كهربائية للمواطنين يعيشون بها. نطلع من البصرة والنفط والغاز المصاحب للنفط. نانا أحد المواطنين يرصد لكم تصريف مياه المجاري الثقيلة أو مياه الصرف الصحي بمجرى أحد الأنهر بالكوفة بمحافظة النجف وبالقرب من المجمعات السكنية، وتسألوا مدونين وين دور الجهات الرقابية والمعنية أمام هذا التلوث البيئي الخطير اللي يتسبب بانتشار روائح كريهة، أمراض مزمنة وخطيرة، واللي تمس حياة المواطنين وتهدد حياة الكثير منهم. خلونا نشوف. هذا خلف مجمع المختار السكني بالكوفة، وهاي رايات ابو عبد الله الحسين اللي يقول الفيديو قديم، الناس اللي تعلق على المنشورات مال الاعلاميين، وهاي المسافه بين الانبوب وبين بيوت مجمع المختار السكني، لان هاي المفروض تكون منطقه سياحيه وشاليهات، وهنا المفروض يوصل الكورنيش مال الكوفه. الناس لما شافت هاي الفيديوهات والتلوث البيئي اللي جاي يصير بالعراق تفاعلت ويا الموضوع وعلقت على الموضوع. حيدر المالكي علق ويقول والله أهل البصرة في كارثة بيئية. أما علي سرحان، تلوث وتصحر جفاف أنهر احتباس حراري العراق نحو الهاوية. مهيمن محمد يقول من أكبر مصادر التلوث بالعراق هي البصرة بسبب اشتعال الغاز الصادر من عملية استخراج النفط، وإلى يومنا هذا لم تفي الحكومة بتعهداتها. صباح خضر يقول اولا المشاكل كلها من النفط والغاز اللي يحترق ومخلفات المستشفيات والمعامل في الانهار. فكانت هاي تعليق الناشطين والمغردين على وسائل التواصل الاجتماعي. كامل المفترض ان يدخل ويانا ابو موسى من محافظه التميم، لكن انقطع الاتصال وياه ما قدر يدخل ويانا. تعرفون انتم قناه الرافدين عندها نافذه اسمها انت ترى، تقدرون تصورون وتدزون مناشداتكم وتطلع على شاشة التلفزيون، وهاي المناشدة اللي أسألني راح أطلع بها واحدة من أدهن. أطلقوا الطلبة الدارسين على نفقة وزارة الدفاع واللي حاصلين على موافقة من وزير الدفاع فرع الطبابة العسكرية مناشدة إلى رئيس وزراء حكومة الإطار محمد الشيع السوداني ووزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي لترويج معاملاتهم وإصدار الأمر الإداري والوزاري إلهم، وأكدوا أنه عددهم يبلغ 730 طالب أغلبهم من خريجي المجموعة الطبية، علما أنه هم دارسين المراحل الأولى والثانية والثالثة. وتفاجأوا بقرار إيقافهم وناشدوا من أجل الاستجابة وإنصافهم. خلونا نشوف هذا الفيديو، وراها راح أقرأ لكم رسالة وصلتني على الواتساب قرار الوزارة. خلونا نشوف. Thank you.
تخلص ورقتك؟ ان شاء الله ان شاء الله عن قريب تحكم متزوج. كانت هاي المناشدة اللي وصلت عبر نافذة أنت ترى للمطالبة ب يعني استمرار دراستهم. عندي كتاب موقع عليه الفريق عبد الكريم عبد الحسن وجر السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة. هذا الكتاب وصلني لما كنا بالحلقة. الكتاب الدراسة على نفقة وزارة الدفاع 16586 على 5/26/3023 حصلت موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة على المقترحات المقدمة من قبل المستشار العسكري لرئيس مجلس الوزراء والتوصيات. أولا الاستمرار بالعمل حول إيقاف قبول طلاب الكليات المجموعة الطبية وفقا ورد كتابه 19/1/23، وضع خطة لمدة 5 سنوات من قبل مديرية الأمور الطبية العسكرية لاستيعاب العدد المقبول من الطلبة على نفقة وزارة الدفاع بعد توسع الملاكات من وحدات المديرية الأعلى، صرف رواتب الطلاب المقبولين الذين لم يستلموا رواتبهم وبأثر رجعي اعتبارا من تاريخ مباشرتهم على ملاك المديرية الأعلى، والبالغ عددهم 1384 طالب، والعمل وفق ما ورد بكتاب وزارة المالية، وصرف رواتب الطلاب الذين تخرجوا من الكليات ومنحهم رتبة ملازم وبأثر رجعي من تاريخ مباشرته كطالب على ملاك المديرية الأعلى، وعددهم 321 ضابط، واستمرار بإنجاز معاملات الطلاب المقبولين وعددهم 235 طالب، وإيقاف موافقات الطلاب المرشحين وعددهم 713 طالب. فهاي المناشدة بعد هذا القرار اللي قرأت لكم إياه. أبو أوس من بغداد على قضية الطلبة على نفقة وزارة الدفاع. حياك الله يا أبو أوس. حياك بارك الله بك. السلام عليكم سادة فل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لقناتك الموقرة والكادر أجمع. حياك الله أخوي. سادة فل، طلاب النفقة يعني أي. هم مشاكل هواي سوولهم حقيقة، يعني ما أعرف شنو السبب، المشكلة وين بالضبط. نعم. كتب رسمية، كتب من وزارة الدفاع، كتب من المالية، كتب من رئاسة الوزراء، بس للأسف كلها ما تطبقت. يعني كتاب واضح وصريح عندك من رئاسة الوزراء السكرتير الشخصي عبد الكريم. نعم. يقول فقرة الثالثة اللي يمك حضرتك، قول صرفوا طلاب نفقة بأثر رجعي رواتب. نعم. طلاب نفقة دارسين على نفقة وزارة الدفاع عندهم أوامر وزارية وعندهم أوامر إدارية من سنة 2021 وعدوهم على الموازنة، قالوا لهم يا بلما تجي الموازنة نصرف لكم رواتبكم. نعم. تجي الموازنة للأسف تنقر الموازنة، ينتظرون سنتين الموازنة من سنة 21 من سنة 23، يقولون الوزارة يقولون احنا آسفين جدا، احنا نسيناكم، ما خليناكم تخصيصات مالية، نسيناكم انتو. هم عددهم 1000 وشوية. لحظة أبو أوس، نسيناكم؟ نسيناكم. نعم ناسيون بالموازنة. أدري بيبيتي ده تسوي انجانة مالك ليش ونسيت تحط ملح. بالضبط هو هاي المشكلة. إذا ألف طالب نسوهم مجموعة طبية كلهم طب عام وطب أسنان وصيدلة زين، يعني خير مع احتراماتي للشباب العراقيين كلهم على رأسي، خيرة الشباب طلاب دارسين على نفقة وزارة الدفاع عندهم أوامر وزارية من سنة 2021. نعم انتظرون سنتين الموازنة. بالمناسبة المعاملات هي طولت قبل 21، يعني أنا أضرب لك مثل بسيط، يعني اني ابني المعامله مالته حصلت موافقه السيد وزير الدفاع جمعنات سنه 2020 ومشت الاجراءات لحد 21 امر وزاري توقفت. نعم. 22 امر اداري توقفت، قالوا يابا احنا نعطيكم لما تجي الموازنه. رفعوا بالمناسبه كتب رسميه بهذا الموضوع، بس للاسف الوقت داهمنا يعني وما عندي، يعني بعد كان ادز لك الكتب يعني اشوفك كتب الماليه وخاطبه. اذا 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 تريد ابو اوس تابع الخط الابيض واكو نافذه انت ترى، ما اعرف انت اللي داز او غيرك،
ارجع دز الى نافذه انت ترى كل هذا من الكتب وتدلل. الكتاب انا دزيت الكتاب هذا مال لا لا مو على رقم الواتساب مال البرنامج جوا اكو خط الابيض بدها تطلع باخبار بدي اشوفه. اي بنهايته اكو رقمين اسمها نافذه انت ترى دز ذن الكتب كلن على هاي النافذه. ان شاء الله ان شاء الله حبيبي حبيبي استاذ أفل. نعم عندي وقت لو ما عندي وقت. نعم شكرا عزيزي. شكرا لك ابو اوس اعتذر منك بس الوقت راح يداهمني بس نسوا يعني تخيلوا وزاره الماليه تروح هي وزاره الدفاع حتى يتعاقدون على طيارات ويجون بس الطياره العسكريه ما بيها حامله مال صواريخ زين شلون يحارب بيها او تروح وزاره الماليه دا تجيب سيارات الى العراق بس ما بيها السيارين الناس شلون تسوقها نسيتوا حكومه تنسى لعد المستشارين شنو دورهم تفعلوا عدد من قراء المقاييس في العراق بوزارة الكهرباء على وسم أنصفوا قراء المقاييس مطلبنا التثبيت وأشاروا أنهم يعانون لأكثر من شهرين من دون صرف رواتبهم وأكدوا على الاستمرار بالإضراب ولهذا السبب جبنا لكم بعض التغريدات على هذا الوسم فلا حسن نحن عقود قراء مقاييس وزارة الكهرباء تعرضنا للتهميش والإجحاف من قبل وزارة الكهرباء ولا نعرف ما هو مصيرنا علما أننا بدون راتب منذ أكثر من شهرين مطلبنا التثبيت على ملاك دائم مصطفى إضراب عن الجباية لحين تحقيق مطلبنا وهو التثبيت أثير المصحب قراء المقاييس أكثر من شهرين دون راتب يؤكدون على استمرار إضرابهم عن الدوام لحين تثبيتهم على الملاك الدائم هي من تعلم الموظف على الرشوة أو السرقة لأن ما جاي تعطي حق الموظف وزير الكهرباء هؤلاء لديهم عوائل ما فكرت منين يصرفون على عوائلهم على العاصمي هاشتاج ما ضاع حق وراءه مطالب وهاي التغريدة وغيرها كانت على هاشتاج أنصفوا قراء المقاييس مطلبنا التثبيت مشاهدين الكرام هذا هو كل ما موجود اليوم في حلقة برنامج صوتكم أتمنى أن تكون حلقة قد نالت إعجابكم نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة بنفس الموعد باكر انتظرونا في أمان الله.